سلطة السؤال. بحالة الحرب اختلف رمضان، اختلف رمضان بحالة الحرب، صار يعني صعب كتير، ما بتقدر تعيش نفس الحالة اللي بتعيشها ببلدك بأثناء السلم. بحال السلم كنا كل العائلة مجتمعة ببيت واحد، وفي حالة يسر يعني ميسر الأمور. هلا برمضان، رمضان هذا اللي نحن فيه بحالة الحرب، يعني عم نعاني من بعض شغلات اللي هي الواحد مثلا بعيد عن عائلته وال عائلتي طلعت قبل مني بشهرين ونص، بس وصلت لفترة انعدمت الحياة هونيك، ما عاد في مواد غذائية، ما عاد في قهوة، مي، دخان، أي شيء يعني. وكانت تقريبا البلد يعني بعد الشهرين ونص البلد صارت شبه فاضية من السكان، إلا باستثناء قليل يعني بعض العائلات وبعض الشباب الأفراد اللي ما لهم محل ينزحوا عليه. حرب طموز كانت فترة محددة 33 يوم يمكن، استوعبناها بأقل ضرر جسدي ونفسي، بينما هلا ما فيش أفق، ما في أفق، لا مش عارفين لأيمتى، يعني مش عارفين لأيمتى بتستمر الحرب وشو ممكن بعد يصير. هذا السؤال عم يتردد كتير، أيمتى بدنا نرجع وأيمتى بتخلص الحرب؟ بس لأنه ما حدا كان يتوقع إنه طول الحرب لهالمدة لفترة 5 أشهر، كنا نقول بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، وصلنا لخمسة أشهر. يعني كل يوم نحن بنفيق ونحن بعدنا بخير عيد، بس بنتمنى تكون هدية العيد لكل النازحين. هدية العيد لكل النازحين هي عودتهم على قراهم وبيوتهم، هذه أكبر هدية بالعيد، وهذا العيدنا الحقيقي يعني حاليا بهيك الظرف، أن نرجع على بيتنا وعلى بلدنا.